السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم معنا اليوم في هذه الجماعة القروية، جماعة الحوافات. جماعة الحوافات تهي جات في الطريق الوطنية رقم واحد اللي كتربط ما بين مدينة سيدي قاسم ومشرع بن القصيري. الحوافات جات بين بينات هذه المدن، هي جماعة قروية تنتمي لإقليم سيدي قاسم، جماعة اللي عرفت عدة منجزات في هذه الأونة الأخيرة، في هذه الأربع سنوات الأخيرة عدة إنجازات عرفتها هذه الجماعة القروية بفضل السيد الرئيس والسادة الأعضاء والناس ديال السلطات سواء المحلية والإقليمية اللي كيعود لهم الفضل، والفضل كذلك يعود للسيد الرئيس ديال هذه الجماعة القروية، جماعة الحوافات اللي كتنتمي لإقليم سيدي قاسم، الرئيس الشاب والمثقف الدكتور العيدودي عبد النبي. إذن كيف ما قلت لكم إخواني أخواتي، هذه الجماعة هذه اللي عرفت في هذه الأونة الأخيرة، في هذه الأربع سنوات الأخيرة عدة إنجازات، من بينها المسالك الطرقية، تزويد العالم القروي بالكهرباء، بالماء السالح للشرب، بناء الثانوية، بناء إعدادية، بناء سوق أسبوعي، بناء إنجاز منتزه بواد سبو. الآن راهم في إطار واحد المشروع هنا لكل الجماعة، الجماعة القروية المقر ديالها هي هذه على يد اليسر، وفي نفس الوقت كاين القياده هي هنايا. كيف ما قلت لكم اخواني، الجامعه الان حاليا كتعرف واحد المشروع واللي هو مشروع كبير الحمد لله، مشروع ضخم اللي هو ديال كيديروا الحواجز ديال الفيضانات، باش لان هذه المنطقه هذه ملي كتكون الشتاء كثيره كتعرف فيضان هذه المنطقه هذه بالضبط. دابا راه كاين واحد المشروع هنا كيديروا دوك الحواجز الاسمنتيه باش هذه المنطقه هذه الى جات الشتاء كثيره ما تعرفش هذه المنطقه فيضانات. ومني كتعرف هذه المنطقه فيضانات، هذه الطريق الوطنيه رقم واحد اللي كتربط ما بين مشرع بن القصيري سيدي قاسم كتقطع لواحد المده طويله. الور ملي كتقطع انسان كيحاول يدوز على حد كورت الخنيشات سيدي عبد العزيز عاد كيدخل لسيدي قاسم. اذا اخواني اخواتي، هذه الجماعه ما كتختصر على هذا السونتر ديال الجماعه. السونتر ديال الجماعه كاين هنا بالضبط في الطريق الوطنيه، في الطريق الوطنيه رقم واحد، وخلاص كاين الدواوير اللي تابعين ليها، وكاين عاوتاني قرى نموذجيه بحال القريه الرتبيه اللي تبارك الله راه ولات مدينه، هذيك ما بقاش سميتها قريه او دوار، ما كرهتش ان مره اخرى ان شاء الله نمشي نصور لكم هذه المنطقه هذه، هذه القريه الرتبيه كيفاش كانت وكيفاش ولات. القرية الرتبية كاين هذيك درقاوة اللي جات طريق ضال قداري، كيف ما قلت لكم اخواني جماعة الحوافات عرفت عدة مشاريع في عهد السي الرئيس عبد النبي العيدودي، وبهذه المناسبة كنهنئوه
حصولي على الدكتوراه الثانية الشريعة الإسلامية في عهد محمد السادس نصره الله. إذن جميل أن يكون رئيس جماعة مثقف، جميل جدا. إذن هذا هو السنتر ديال جماعة الحوافات. ومن بين المشاريع كذلك اللي عرفتها جماعة ديال الحوافات كيف ما قلت لكم المسالك الطرقية، يعني مزفتة يعني قدروني، زويد الدواوير بالماء السالح الشرب، زويد كذلك الدواوير بالكهرباء، بناء المؤسسات التعليمية والخيرية، بناء واحد المدرسة ديال التعليم الأولي اللي كانت نموذجية هنا في جماعة الحوافات، وكذلك بناء ملاعب ديال القرب للشباب. هادو كاملة إنجازات مهمة. والمشروع الكبير الحمد لله هو هذا المشروع ديال بناء الحواجز. والمنتزه كذلك اللي عيتبنا في على ضفاف واتسابو. احنا الان خارجين من الحوافات وشادين الطريق ديال مشرع بالقصيري، ودائما في الطريق الوطنية رقم واحد. عفوا الطريق الوطنية رقم 413، استسمح.